أوجه بالشكر والتقدير لقيادة هذه البلاد المباركة والأخوة المنظمين لهذا المؤتمر. ولا شك أن مثل هذا المؤتمر وهذه الأنشطة والفعاليات تصب في خدمة المجتمع وخدمة الشباب بشكل خاص. اليوم نحن حينما نتحدث عن الخطاب الديني فإننا نتحدث عن خطاب هذه الرسالة الخالدة والرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب الديني هو نصوص الكتاب ونصوص السنة، وأنا أعتقد أن الداعم الأول والداعم الأهم في حفظ اليوم معتقدات المجتمع وأفكار المجتمع هو الترشيد الخطاب الديني وتهذيبه من شائبة أن يكون في يد غير المختصين. اليوم الخطاب الديني لابد أن يكون في يد العلماء الربانيين أصحاب الدراية والفكر والعقل حتى يؤدي رسالته الصحيحة. نحن نعول كثيرا على قيادتنا الرشيدة في هذه البلد وفي مملكة البحرين أن تجعل الخطاب الديني في يد العلماء الربانيين الصادقين الذين يحمون به بإذن الله عقول وأفكار الناشئين.